مشاهدي ومتابعي تلجراف مصر في كل مكان، مستمرين مع حضراتكم من داخل منزل مدرس التأهلية الأستاذ محمود الطويل اللي تم العثور على جثته مخنوق وملقى داخل مروة مائي في مركز الجمالية بمحافظة التأهلية. الأستاذ محمود مدرس في المدرسة الفنية الثانوية للبنات بالجمالية، وكمان اشترى توك توك من حوالي شهر علشان يشتغل عليه كمصدر رزق يعني إضافي ليه ولبناته الاتنين. من 6 أيام اختفى، كان خارج يشتغل على التوك توك، اختفى. أسرته حاولت تدور عليه في كل مكان، ملوش أثر، اختفى تماما من المركز لحد ما تم العثور عليه امبارح. كان ملقى داخل مروة مائي في على طريق الجمالية. احنا معانا والدة المجني عليه، هنتكلم معاها عن تفاصيل الحادثة. اقول ايه اللي حصل من اختفاء محمود؟ محمود اختفى من امتى وايه اللي حصل؟ اختفى يوم الاثنين الساعة 10 بالليل، مصلي العشاء ومصلي التراويح وخرج على رزقه، ما رجعش. قعدت مراته تستناه لغاية الساعة 2 بالليل، ما رجعش. تتصل عليه ما يردش، تتصل عليه ما يردش. أنا هنا ما أعرفش، عشان ما بقدرش أنزل ولا أروح ولا أجي. محمود اللي كان بيعولني، ومحمود اللي كان بيشيلني، ومحمود اللي كان بيعمل لي كل حاجة. أما مراته الناس كلها من صلاة التهجد من الجامع، لقوا مراته بتصرخ في الشارع وبتقول محمود ما جاش، وبتصل عليه ما بردش علي لغاية امبارح. بس لما بلقوه في المصرف مكتفينه وخانقينه ورامينه في القناية في المية. أستاذ محمود مدرس أصلا؟ مدرس صنايع في مدرسة البنات الثانوية صنايع. اشتريت توك توك امتى بقى يا حاج؟ اشتريت توك توك أول رمضان. لسه ما كملش شهر؟ ما كملش شهر. احنا سمعنا من اخواتك اشتريت توك توك ان هو بعد ما اختفى انت كنت حاسة ان هو حاجة، انت قلت لهم ان هو محمود اخوك؟ هم بخبوا عليا، امال فحم بتصرخوا ليا ولاد وبتعيط، يقولوا ما فيش اصل محمود اشترق منه التوك توك. قلت الستين داهية التوك توك، بس محمود يجي بالسلام. أمال محمود فني؟ يقولوا له بدور على التوك توك. أقول لهم أنتوا مخبيين علي حاجة، أنتوا مخبيين علي حاجة. يقولوا أبدا ما احناش مخبيين، ده هو بدور على التوك توك. أقول هي لغاية 4 أيام، هيقعد يدور على التوك توك 4 أيام. والله محمود ابني اتخطف بالتوك توك، قلت لهم كده. أما قالوا دي الحقيقة، ما أنت عارفة الحقيقة، وإحنا مخبيينها عليه لغاية امبارح. لقيت الصريخ، الصريخ والدنيا هاجت. الساعة 7 الصبح نزلوا يجروا، قالوا لهم لقوه في القناية متكتف ومخنوق ومكفى على وشه وبفلفص في ديه وفي ديه، ومات وهو بيهبد علشان يفك التكتفة بتاعته. أستاذ محمود هو ابنك الوحيد يا حاجة؟ نعم. أستاذ محمود ابنك الوحيد؟ ابني الوحيد. على 5 بنات؟ على 5 بنات، ما هي واحدة توفى. يا رب. هو اللي كان شايلك يا حاجة؟ هو اللي كان شايلني، وهو اللي كان بيوليني، وهو اللي بأكلني، وهو اللي بيطبخ لي، وهو اللي بيعمل لي كل حاجة. هو اللي بيعمل لك الأكل؟ عارف الأكل اللي انت بتحبيه؟ والله هو اللي يعمل لي الأكل. كان بيقول لك ايه بقى لما يقول لي؟ بس انت قولي لي هو بيتعمل ازاي وانا اعمل. اقول له اعمل لي كذا واعمل كذا واعمل كذا، يعمل وجيب لي الأكل وجيب لي الحاجة. كان أكله حلو بقى لك؟ ايوه طبعا اكله حيل. اخر مكالمه او اخر لقاء ما بينك وما بين محمود قبل اختفاءه؟ نعم. اخر مقابله او اخر كلام كان بينك وما بين محمود؟ بيني وبين محمود يوم الاثنين. يوم الاثنين اللي هو اختفى فيه. يوم الاثنين استعادها من صلاه التراويح علي، عشان يقول لي عاوز حاجه ولا يعمل لي حاجه قبل ما يمشي. قلت له لا سلامتك، مانيش عاوز حاجه يا اخويا، ما تستحويش. وخرج ما جاء عشان الموت. انت عايزه ايه من اللي قتلوه واللي عملوا فيه كده؟ نعم. انت بتطلبي ايه للي عملوا فيه كده؟ اطلب يتعدموا
ولا يجيبهم وناكلهم بسنان وكتفهم زي ما كتف ابني واخنقهم زي ما خنقوا ابني. كلمينا بقى يا حاجة عم محمود، يعني ابنك الوحيد اقرب حد ليكي، كنت بتتعاملوا بقى مع بعض ازاي؟ كان بيتكلم معاكي في ايه؟ كان احلامه يكون يعمل ايه؟ كل حاجة بيتكلم معايا كل حاجة. كان نفسه يعمل ايه او يوصل بولاده؟ هو عنده بنتين اتنين. عنده بنتين اتنين واخوات اربع بنات وامه يبقوا سبع. كان مسؤول عنكم كلكم؟ نعم كان مسؤول عنكم كلكم. هو الراجل بتاعكم كله؟ اه هو بتاعنا كلنا، ما لناش الا ربنا وهو. بتطالبي بايه بقى يا حاج؟ نعم بتطالبي بايه؟ بطلب بالحبيب يجيبوا له حق ابني، يجيبوا حق ابني، يجيبوا حق ابني. ورحنا بنقدم البلاغ في القسم، يقولوا بعد 24 ساعة ما بناخدش البلاغات الا بعد 24 ساعة. كانوا راحوا شافوه لحقوه ونجدوه. حضرتك تقربي له ايه؟ هو ابن عم. ابن عمي يعني بقى قدام الله، يعني تعزينا لحضرتك. كلميني عن استاذ محمود بقى وعرفت الخبر ازاي؟ احنا ما خد الخبر اللي هو كان الساعة 10 تغيب ده، واتصلوا عليها ما بردش التليفون اتقفل، وقعدين يستنوا عندنا يقولوا مثلا ان هو جاي في حتة بعيدة ما فيش شبكة. قعدنا بقى 6 ايام ما بتدوروا عليه. 6 ايام بتدور عليه ما فيش بقى الا الساعة 8 الصبح يوم السبت امبارح الخبر جه الساعه 8 اللي هو مجمع في مصرف و لقيته في المصرف. في المصرف انت شفتيه لما كان في المصرف؟ لا شفتوش. استاذ محمود كان بيسعى على اكل عيشه وكان عايز دخل اضافي لاولاده كمان. ايوه كان عايز اكل. يعني ربنا يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. احنا معانا برضو اقارب استاذ محمود، يعني خالص عزائنا لحضرتك. انا ابن خالته. كلمنا على استاذ محمود بقى، يعني الله يرحمه، فجعه كبيره. الله طبعا طبعا. هو محمود بيمتاز بصفات كتير قوي، يعني هو ودود، محترم، مؤدب، واصل الرحم، دائما نجده في كل المناسبات معاكم دايما. معانا احنا، انا بورسعيدي، دايما في كل المناسبات نلاقيه هو وولاده واخواته، لان والدته تقريبا قاعدة فهو اللي بينوب عنها في كل المحافل. يعني اقول لحضرتك ان كل احنا كلنا كنا بنبحث عنه، مش في المباحث طبعا لها الشكر والتقدير انها بذلت مجهودات كبيرة حتى لقينا الجثمان، لكن احنا كان دعوتنا لمدة اكتر من 5 ايام ان هو يرجع عايش، يرجعوا عايش ويحفظوا لعياله. لكن هو طبعا احنا راضين بقضاء الله وقدره، وهو اكيد طبعا في مكان احسن، وربنا مقدر له فسيح جناته ان شاء الله. لكن احنا نطالب كل عائلة المرحوم محمود الطويل بالقصاص. كل الاجراءات المشكورة اللي بتقوم بها المباحث والتي ستقوم بها لضبط هؤلاء الجناة اللي كل الناس بتدعي عليها في المواصلات، في البيوت، اللي انتزعوا طبعا انتزعوا الرحمة والضمير، ليس لديهم نقطة دم في عروقهم. اقول لحضرتك ان انا وانا جاي من بورسعيد كل الميكروباص بيدعوا لمحمود، نركب توك توك كل الناس بتدعو لمحمود، وهو يستحق اكثر من ذلك.
يعني زي ما بنتابع معاكم مشاهدين، احنا موجودين معاكم من داخل منزل استاذ محمود الطويل مدرس الدقهلية اللي تم العثور على جثته مقتول وملقى داخل مروة مائي بنطاق مركز الجمالية. استاذ محمود هو مدرس في المدرسة الفنية الثانوية للبنات بالجمالية، واشتغل او اشترى توك توك من حوالي شهر علشان يشتغل عليه، يعني بيحسن دخله علشان بناته الاثنين، عشان هو كمان مسؤول من أسرة كبيرة جدا، مسؤول عن والدته لأنه ولد وحيد على 4 بنات، وكمان عنده بنتين وزوجته، فكان بيحاول أنه هو يحسن دخله بأي طريقة، فاشترى التوك توك علشان يشتغل عليه. بدأ يتعلم، يعني كان لسه في مراحل التعليم الأولى، وخرج يوم الواقعة بعد صلاة التراويح علشان يشتغل ساعتين ويرجع تاني البيت، ولكن اختفى 6 أيام، أهله دوروا عليه في كل مكان، ملوش أي أثر لحد ما تم العثور عليه امبارح ملقى داخل مروة مائي على طريق الإسكندرية الجديدة الجمالية بنطاق محافظة الدقهلية، وكان مخنوق من رقبته بالكوفية اللي كان لابسها. حاليا الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية بتكثف من جهودها علشان يتم ضبط الجناة، واحنا بنقدم خالص تعازينا لأسرة أستاذ محمود الطويل ابن مدينة الجمالية. كل الناس حزينة عليه الحقيقة، كل الناس كانت بتدور، البلد كلها بأكملها كانت خارجة تدور عليه، وامبارح كانت جنازته مهيبة وخرج فيها أعداد كبيرة جدا من أهالي البلد كلها كانت بتودعه. يعني خالص عزائنا لأسرة أستاذ محمود، وقدمنا لكم مشاهدينا تغطية من داخل منزل مدرس الدقهلية المغدور بيه اللي تم العثور على جثته مقتول شهيد لقمة العيش أستاذ محمود الطويل. كنت معاكم مي الكناني، بشكر حضراتكم جدا على المتابعة.